وهل تابعتم فيلم الاسكندراني؟ ارجو ان تتابعوا فيلم الاسكندراني. انا لسه ما دخلتش فيلم الاسكندراني، بس انا هدخل فيلم الاسكندراني وهتفرج عليه لاسباب عده بصراحه. السبب الاول منها انه فيلم لخالد يوسف، فده لوحده بالنسبه لي كافي جدا. السبب الثاني هو انه انا عندي شكل من اشكال اليقين والتاكد انه اكيد خالد يوسف اظهر حاجات جديده في احمد العوضي غير المتعارف عليها. يعني عوضي كممثل اكشن شهير، يعني يمكن احد ابرز نجوم الاكشن كمان خلال الفتره اللي فاتت، فاكيد خالد كمان شاف حاجه زياده في عوضي. الفيلم قصة وسيناريو وحوار الله يرحمه يا رب أستاذ أسامة أنور عكاشة، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي تشجعك جدا أنك تدخل تتفرج على فيلم سينما للأستاذ أسامة بعد كل هذه الفترة رحمة الله عليه. خليني الأول أرحب بالمفكر السينمائي كيفما اعتدت أن ألقبه، صديقي العزيز جدا 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 المخرج خالد يوسف. ازيك يا أستاذ؟ اهلا بيك يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني قد الدنيا، اخبارك ايه؟ تمام، مشفتكش. والله بقى انا حبه، انا اللي مقصر ومقصر جدا كمان. لا يا حبيبي، اولا مبروك على الاسكندراني. الله يبارك فيك حبيبي. ودي يعني زي ما يقولوا كده بيسموها ايه، بيسموها مش عارف، دخله كبيره للسينما بعد فتره. ولا دخله كبيره ولا حاجه، فيلم عادي زي كل الافلام اللي عملتها. الله على التواضع، تواضع المبدعين دايما ده. لا فيلم عادي ايه، لانه انا وانا بتابع الحقيقه اللي بيتكتب عن الفيلم، واللي بتابع عن اللي بيتكتب برضه عن ايرادات الفيلم، اذا فهو فيلم غير عادي، فيلم كتبه اسامه انور عكاشه ويخرجه خالد يوسف. وده يخليني هسال، ايه اللي بيقدمه خالد يوسف في الفيلم ده بالتحديد واللي خلاه راح لقصه الاستاذ اسامه انور عكاشه؟ انت عارف طبعا اسامه كلنا اتربينا وجدالنا تشكل على الدراما التلفزيونيه بتاعته طبعا، والراجل ده مشروعه واحد، يعني من اول مسلسل لاخر كلمه كتبها في حياته هو مشروع متصل كده، بيدافع عن الهويه المصريه، بيدافع عن ملامح الشخصيه المصريه، بيدافع عن منظومه القيم الاصيله اللي موجوده في الشخصيه المصريه في كل اعماله يعني. فده عمل من امتداد لاعمال اسامه في الدفاع عن الهويه المصريه، واخد النموذج المرات اسكندريه، وانت عارف يعني اسكندريه بالنسبه له يعني هو مكانه المفضل يعني. صحيح. للانطلاق بافكار يعني خلاقه يعني. صحيح. فانا لقيت في العمل يعني حاجه مهمه جدا، وكان نفسي زي ما انا قلت قبل كده، كان نفسي من زمان ان انا اعمل حاجه من اعمال اسامه انور عكاشه، وما اسعدنيش الحظ طبعا لان انا مش من جيله، فوقع في ايدي هذه القصه، ولما قريتها حسيت ان انا ممكن اقدم فيها يعني رؤيه معاصره للي بيحصل دلوقتي، اتصالا بكل اللي حصل في مصر في 50 سنه الاخيره يعني.